النهاردة من أهم الأخبار اللي أثارت الجدل على السوشيال ميديا كانت تصريح شعبة الخضروات بارتفاع إن ارتفاع أسعار البطاطس كان بسبب تعطيش الأسواق من كبار المنتجين. وتاني خبر معانا كان إن الأرصاد تتوقع انخفاض تدريجي في درجة الحرارة مع احتمال سقوط أمطار غدا، وده الأمر اللي علق عليه كتير من رواد السوشيال ميديا. أما الخبر الأهم معانا هو تصريح وزير النقل إن الخط الأول للمترو انتهى عمره الافتراضي وإننا نحتاج 30 مليار جنيه لتطويره. في مجموعة من المحللين قالوا إن الإقبال على هواتف آيفون ما بقاش زي الأول، وده لأن النماذج اللي تم طرحها السنة دي ما فيهاش مزايا جديدة قوي عن السنة اللي فاتت، ودي توقعات بتقول إن المبيعات السنة دي هتكون متراجعة لشركة أبل. طبعا دي كلها مجرد توقعات، ونهاية السنة هتبان الحقيقة. تماثل صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي للشفاء من نزلة برد التي لحقت به قبل سفر الفريق إلى الجزائر، وبكده صلاح محسن هيكون جاهز لمباراة غدا في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا واللي بيخدها النادي الأهلي على ملعب 8 مايو بالمدينة الجزائرية سطيف. اليوم السابع بيوصل لـ4 مليون خبر. احتفل قراء اليوم السابع معانا من أسرة التحرير اليوم السابع بوصولنا لـ4 مليون خبر وتحقيق صحفي، وكمان من حسن الحظ ان الخبر رقم 4 مليون هو اللي نجمنا المصري ابو مكه محمد صلاح اللي بيزين تشكيله الدوري الانجليزي هذا الاسبوع. بعد ما انفصلت المطربه الشهيره اريانا جراندي عن خطيبها بيتي دافيدسون مقدم البرامج الشهير، محدش اتكلم عن الموضوع خالص، لكن طلع بيتي في البرنامج بتاعه ساخرا عن الموضوع وقال ان هو تقريبا بيحاول يدور على مكان جديد عشان هو شبه اتطرد من البيت بتاعهم اللي تكلف 16 مليون دولار. اما عن التاتو اللي اريانا جراندي بتحاول تخفيه ببلاستر، قال ايه المشكله يعني، انا جسمي كله مليان تاتوهات بحاول اخفيها، وان انا لما عملت التاتو 93% من المشاهدين لموني على الخطوه دي. بسبب الاختراقات الكتير واللي كان اخرها اختراق 30 حساب على الموقع، شركه فيسبوك قررت الاستحواذ على شركه امنيه جديده علشان تساعدها تامن حسابات المستخدمين على فيسبوك وانستغرام وواتساب، ولحد دلوقتي تفاصيل الصفقه دي ما بانتش قوي. ردا على طلب الملك عبد الله بالغاء ملحقي الباكوره والغمر باستعادة الأراضي الأردنية وإلغاء تأجير تلك الأراضي إلى مستوطنين إسرائيليين، النهاردة وزير الزراعة الإسرائيلي أوري إرئيل هدد بقطع المياه عن الأردن وتقليص هذه الكميات، بدلا من أن تضخ المياه على مدار 4 أيام ستضخ لمدة 2 يومين. وزارة الري الأردنية ردت على هذه التصريحات وقالت أن هناك اتفاقات ملزمة للجانب الإسرائيلي بضخ كميات المياه إلى نهر الأردن. عدد من المزارعون الإسرائيليون قالوا أن قرار ملك الأردن بمثابة حكم الإعدام عليهم. أعلن محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن عن نية الشركة في تخصيص طائرة خاصة للفريق النادي الأهلي في الفترة المقبلة مثلما حدث مع منتخب مصر، وكمان أعلن محمد كامل عن نية الشركة في تغيير الراعي الرسمي لنادي الأهلي اللي على تيشرت الفريق الفترة المقبلة. النهاردة وزارة الصحة أعلنت عن إطلاق حملة للتوعية للكشف عن الاضطرابات النفسية عند الأطفال في أكثر من محافظة منها القاهرة واسكندرية وأسيوط والداهلية وبورسعيد. يوم 3 نوفمبر بينطلق مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته رقم 29، ومصر ليها مشاركة قوية جدا في المهرجان ده، بتتمثل في مشاركة الفيلم المصري يوم الدين اللي شارك من قبل في مهرجان كان السينمائي. كمان في ضيوف شرف كتير من مصر، منهم الفنانة بشرة والفنانة ليلى علوي، والفنانة سيمون بتقدم فيلم روائي قصير اسمه بين صيف وشتاء مع الوجه الجديد أو الفنان الشاب حمزة العيلي. طبعا كل العدسات بتتابع ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري. ميغان بقى النهاردة بتظهر بإطلالة أرخص إطلالة تقريبا في تاريخها، فستان ثمنه تقريبا 2000 جنيه مصري أو 2000 جنيه وشوية من ماركة H&M. بمجرد ما بتظهر ما بتظهر ميغان بهذا الفستان، كل المهتمين بالموضة بيشتروه بيخلصوه فورا، لأن دي تقريبا أكتر فستان مناسب لميزانيات الجمهور العادي بتظهر به الدوقة البريطانية الشهيرة. ميغان كمان تلقت مجموعة من الهدايا لمولودها المنتظر، لكن أغرب هدية فيهم في زيارتها الأخيرة طبعا لأستراليا كانت عبارة عن لحاف كده على الطريقة المصرية، إضافة بقى لمجموعة من الدباديب والقنفز ومجموعة من الهدايا اللي تلقتها المولودها المنتظر. النجوم رمضان بدأوا استعداداتهم لمسلسلات رمضان 2019، وأول خبر عندنا هو استقرار النجم الكبير عادل إمام على مسلسله الجديد في رمضان، والاستقرار بشكل رسمي على المخرج رامي إمام نجله للسنة 7 على التوالي. الفنان نضال الشافعي بيواصل تصوير فيلم اسمه زنزانة 7، ما علينا منتج الفيلم بمجرد
مجرد التحضير للفيلم قال يا جماعة أنا جايب بجوار نضال الشافعي نجم هوليودي ستيفن سيجال هيبقى ضيف شرف الفيلم. كل الجرائد اشتغلت على الموضوع وكله طلع بيانات ان ستيفن سيجال هيجي عندنا مصر وهيصور فيلم اسمه زنزانة 7. بعد كده فوجئنا ان احمد زاهر هو نجم اكشن الفيلم. زاهر هيعمل اكشن ازاي مش عارف. ما علينا استمر المنتج استمر اللي هو لسه برضه هنجيب نجم هوليودي في الفيلم لسه هنجيب نجم هوليودي في الفيلم. في النهايه اكتشفنا ان النجم الهوليودي ده هو الفنان احمد التهامي من ميدان لبنان.